السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 233، سورة هود. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يتقدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار وإياه، وساء المورد الذي يوردهم إياه. يقول تبارك وتعالى: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته، مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق في الدنيا، وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة. ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. يقول تبارك وتعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك المذكور في هذه السورة والقصص السابقة من أخبار القرى نخبرك بها يا أيها الرسول. من هذه القرى ما هو قائم المعالم، ومنها ما محيت معالمه فلم يبق له أثر. في منها اللي موجود حتى الآن زي مدائن سيدنا صالح في السعودية، وزي قرى قوم لوط وهي البحر الميت حاليا، وزي الأهرامات في الجيزة مثلا، معالم من معالم الفراعنة، ومنها ما لم يوجد له أثر. يقول تبارك وتعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله. فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك يا أيها الرسول بإهلاكهم، وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا. يقول تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ الله به القرى المكذبة في كل زمان ومكان، إن أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي. يقول تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم، وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر جميعا. يقول تبارك وتعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد. يقول تبارك وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، والناس فيه نوعان: شقي يدخل النار والعياذ بالله، وسعيد يدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. يقول تبارك وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها. يقول تبارك وتعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. ماكثون فيها أبدا، لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله بإخراجه من عصاة الموحدين. إن ربك يا أيها الرسول فعال لما يريده، فلا مستكره له سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم، فهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين. إن نعيم الله سبحانه لأهل الجنة غير مقطوع عنهم. من فوائد الآيات: واحد، التحذير من اتباع رؤساء الشر والفساد وبيان شؤم اتباعهم في الدارين. اثنين، تنزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشر والمعاصي. ثلاثة، لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة ولا تدفع عنهم العذاب. أربعة، انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد خالد في الجنان وشقي خالد في النيران. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات. الآية رقم 98، كلمة يقدم قومه يعني يتقدمهم كما يتقدم الوارد. كلمة فأوردهم النار يعني أدخلهم فيها بكفره وكفرهم. كلمة الورد المورود وهو المدخل المدخول فيه وهو النار. كلمة الرفد المرفوض في الآية 99، الرفد المرفوض وهو العطاء المعطى لهم وهو اللعنة. الآية رقم 100، كلمة
وحصيد يعني عافي الأثر الذي ليس له أثر كالزرع المحصودة. الآية رقم 101 كلمة غير تتبيب غير تخسير وإهلاك. الآية 106 كلمة زفير وهو إخراج شديد للنفس من الصدر. كلمة وشهيق وهو رد النفس إلى الصدر. كلمة غير مجذوذ في الآية 108 يعني غير مقطوع عنهم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.